ضيفة خاصة للدكتور نادر بيتكلم عليها، يشرفني ان انا اثرت هذا الموضوع وفشل فتح سرور وجودة الملط واحمد عز وبطرس غالي انه يرد، انه يرد على التريليون و272 مليار جنيه. وقلت لهم احنا مش بنتكلم في ملايين ولا ملايين، احنا بنتكلم في 1000 مليار، 1000 مليار للشعب المصري لو احنا قدرنا الصناديق الخاصة دي المجلس يضع ايده عليها وتخش الموازنة، نقدر نستطيع ان احنا نطبق كادر المعلم والمعلم ياخد اعلى اجر في الدولة، نستطيع ان احنا نطور مستشفياتنا والمريض ياخد احسن علاج في الدولة. هذه المليارات موجودة ولا نمد ايدينا لامريكا وتهددنا بقطع المعونة او وانتقاص من سيادتنا. حد الادنى للاجور، انا معلوماتي ان المجلس الان بيناقش قانون يطلع علشان يطبق الحد الادنى للاجور.